ليك وهي رح تبقى. هدول فيكن تاخدوهم. اجا مهند بيك. اه وخدوا هدول كمان. مهند بيك رح بس 5 دقايق. بترجاك 5 دقايق. يعطيكم العافية. عم يقولوا انه جايين يحجزوا على قصر بيت زياكيل، صحيح؟ هونال حاطط حجز على القصر يا بيت؟ عم نغير فرش البيت. مهند بيك، ممكن نطالع هاي السيارة؟ إذا بتحبوا انزلوا أنتوا، نحن منفوتها. ماشي خليه يطلع. ليش عم يضايقوا؟ في أسئلة كثيرة ما عم تجاوب عليها، رجاءً بس قدموا لنا شي تصريح. المحامين تبعنا عم بيصرخوا بكل شي، لو سمحتي. صحيح إنه سمر زياكيل تركت البيت يا بيك؟ ما في هيك شي. تعالوا نعمل معكم اتفاقية، أنا بحكي معكم 5 دقايق وانتو بالدقيقة الثالثة بتتركوا قدام البيت نهائيا، اتفقنا؟ بعدك بهالشي. أصبح تعالوا. رجاء ما فيكم تدخلوا. إذا بتريدوا بعد شوي. مهند بيك سمحنا. عفوا إذا بتريدوا خليكم برا. سليمان أفندي، تمام أنا سمحت له. تفضلوا. شو عم بصير؟ صور صور. هاي هاي هاي، لا تصور البيت بنوب، أنا رح جاوب على أسئلتكن وبس. تمام. شو عم بيصير؟ مهند بيك عم يقدم تصريح. ليش هيك عم بيعمل؟ ليش الغبا؟ هلأ احكي لنا عن اللي عم بيصير من أسبوع بقصر بيت زياكي. كل شي على أحسن حال، ما في أي مشكلة. في مسائل انتقلت للقضاء وانا ماني حابب احكي بهالمواضيع. وسمر زياكيل؟ الكل مبسوطين ببيت زياكيل، ما في اي توتر بالعيله. بس بالذات انا ونهال كثير متوترين. قريبا رح تصير تطورات حلوه. نعرف انكم رح تتجوزوا بحزيران؟ لا مو هيك، قدمنا تاريخ العرس. رح نتزوج قبل حزيران. عندنا خطط طويلة بخصوص السيارة، مشان هيك حبينا نتزوج هذا الشيء، وكتير مبسوط. يطلعوا لبرا. مهند بيك طالع لفوق. مستحيل ما يحسوا بعدم وجود سمر خانهم بالبيت. يلا بعده بقى يلا. عم يركبوا سياراتهم. سمر خانهم بدها ترجع؟ شو بيخصك؟ كل واحد يهتم بشغله. بعتذر منك. شو هالحشرية هي؟ قديش مرتاحة وهي عم تسأل؟ الكل صار بده يتدخل بحياتنا. شو صار؟ ما في شي. انت خبرني شو صار تحت؟ منشان يتخلص مهند من اللي تحت نهائيا، قدم تصريحات كبيرة. مو مشان اتخلص، قلت الحقيقة. شو يعني؟ رح تتجوزوا قبل حزيران؟ ما بيصير أحسن؟ طبعاً بيصير. إن شاء الله ما تتضايق لأني حكيت هيك. أنت مجنون شي؟ انبسطت؟ فرحتيني. شو غبية؟ جميلة لا تتضايق، إيه الحق عليكي؟ هذا سؤالي بينسأل. شو صار؟ شو دخلك؟ أنت فضيت البيت وهن سألوني إذا محجوز على البيت ولا لا. شو مجانين؟
نط مراد وقال لهم اختي عم بتغير فرش البيت. القنبلة الأساسية ما بتعرف فيها، شفنا سمر. كنا بالمطعم، أنا طلعت لأخذ جزاني من السيارة، طلعت وقال لها سمر، نادت لها للحظة، دقرت شوي بس ركبت السيارة وكأنها مو سمعتني. آه ليش؟ ما بعرف ليش. طيب ليش ما حكيت؟ مو انتي قلتي كل واحد متغير شكل؟ آه ماتموزيل. مرحبا. شو صار؟ كنت فكر انك ما رح تجي لكم يوم. أجلتها؟ إيه كثير فرحت. Mm-hmm.